ان هم حدين قعدوا عملوا اجتماع في غرفه ربعه، وانطلقوا من هذا الاجتماع الى اجتماع اخر في ميدان الجيزه عشان ينصروا الاحداث. وعشان كده حضراتكم تنزلوا هذه التحريات منزلتها قوم، ولا يجوز ابدا كما تعلمنا من احكام حضراتكم ان تنشي تحريات الادله قبل المتهمين ابدا. طب ده الوجه الاول. الوجه الثاني بعجاله سريعه، هو مين الشاهد؟ الشاهد الحقيقي الضابط اللي سطر بيمينه محضر التحريات، ولا المصدر الذي يوحى صوتنا في حضوره والتعرف اليه؟ هذا كوني من الاهالي، ده مش من الشرطه. الشاهد الحقيقي الذي حضر تلك الاجتماعات هو المصدر، هو اللي شاف كل ترتيب، ولهذا سنتمسك الدفاع على نحو ايجابي بالوقوف على طبيعه المصادر السريه التي حضرت تلك الاجتماعات الثلاث على النحو الذي قرر به مجري التحرك.